السلام عليكم ورحمة الله. ما زال المواطنون في الأردن يعانون من نقص توفر الدجاج في الأسواق بعد أزمة ارتفاع أسعاره ثم تحديد الحكومة لسعر الدجاج في الأردن خلال شهر رمضان، وبينما يشكو منتجو الدجاج من ارتفاع أسعار كلفة الإنتاج مما يترتب عليه ضرورة ارتفاع أسعار الدجاج التي تقدم للمواطنين، وبين موقف الحكومة الذي يحاول الحفاظ على سعر المنتج للمواطن والمستهلك، وبين إصرار المنتجين على ارتفاع الكلف وبالتالي ضرورة رفع الأسعار، لا زالت هذه الأزمة تراوح مكانها في الأردن. وبينما تلوح الحكومة أيضا بفتح الاستيراد لحل هذه الأزمة، نرجو أن يتوصل جميع الأطراف إلى حل مناسب للجميع، لا سيما المستهلك والمواطن الذي لا ذنب له في هذه الأزمة. ونذكر إخواننا التجار بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، والحديث في صحيح مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.